بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الحلقة الثالثة عشر من مقرر إدارة المشتريات والمخازن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لقد توقفنا في الحلقة السابقة عند الطريقة الأولى من الطرق المستخدمة في تقييم أو المفاضلة ما بين مصادر التوريد وهي طريقة الأوزان النسبية أو الترجيحية ننتقل في هذه الحركه الحلقه بمشيئه الله تعالى الى الطريقه الثانيه للمفاضله ما بين الموردين وهي طريقه المقارنات الزوجيه او المقارنات الثنائيه. وهذه الطريقه سنتناولها وفقا للمثال الثاني التالي كما هو امامنا على الشاشه. تقارن احدى الشركات بين ثلاثه من الموردين من خلال عده معايير هي الجوده والسعر والتوريد والخدمه وشروط السداد. يبقى اذا تقارن الشركه ما بين الموردين وفقا لخمس عناصر او شروط او معايير هي الجوده والسعر والتوريد والخدمه وشروط السداد ولقد اوضحت اراء المسؤولين بالشركه ان الجوده هي اهم المعايير يبقى اذا الشركه قايله ان الجوده بالنسبه لها هو اهم معيار من هذه المعايير الخمسه وان السعر اهم من التوريد ومن الخدمه ومن شروط السداد، وبالتالي السعر بياتي في المرتبه الثانيه بعد الجوده وبيكون اهميته اهم من التوريد ومن الخدمه ومن شروط السداد. وان التوريد اهم من الخدمه ومن شروط السداد، واخيرا ان الخدمه اهم من شروط السداد. ولقد اتضح ان المورد الاول افضل من المورد الثاني في كل من الجوده والتوريد. يبقى اذا المورد الاول كان افضل من المورد الثاني في كل من الجوده والتوريد. وعن المورد الثالث بيتكلم عن المورد الاول لازال وعن المورد الثالث في كل من الجوده والسعر ومستوى الخدمه يبقى لو بنعمل مقارنه ما بين المورد الاول مع الثاني يبقى هو افضل الاول افضل في الجوده والتوريد من الثاني ولو قارنا ما بين الاول مصدر التوريد الاول والمورد الثاني الثالث نجد ان الاول افضل من الثالث في كل من الجوده والسعر ومستوى الخدمه أما المورد الثاني فيتميز عن المورد الأول والمورد الثالث في كل من السعر ومستوى الخدمة. في حين يتميز المورد الثالث عن المورد الثاني في الجودة والتوريد وعن المورد الأول في التوريد. في ضوء هذا المثال التساؤل يكون أي مصادر التوريد الثلاثة أفضل للشركة؟ أي مصادر التوريد الثلاثة أفضل للشركة. لكي نقوم بحل هذا التمرين يجب ان ناخذ في اعتبارنا ما يلي. عمليه المقارنه الثنائيه في حقيقه الامر بتتم على مرحلتين. عمليه المقارنه الثنائيه وهي المسمى الخاص بهذه الطريقه للمقارنه ما بين الموردين بتتم على مرحلتين. المرحله الاولى هي المقارنه الثنائيه بين المعايير المستخدمه في التقييم. واحنا عندنا المعايير كانوا خمسه. يبقى إذا تتحدد عدد المقارنات الثنائية من خلال القانون التالي وهذا القانون ثابت. عدد المقارنات الثنائية بيساوي ن ضرب ن ناقص واحد اقفل القوس تقسيم 2 تاني بنقول عدد المقارنات الثنائية يساوي ن نفتح القوس ن ناقص واحد نغلق القوس تقسيم 2 حيث نون هي عدد المعايير المستخدمة في المقارنة. المرحلة الثانية وهي أيضا مقارنة زوجية أو مقارنة ثنائية تتم ما بين الموردين محل التقييم اللي هم الثلاث موردين اللي معانا في هذا المثال وذلك بغرض تحديد المعامل الخاص بكل مورد بالنسبة لكل معيار من المعايير المستخدمة في التقييم يعني إحنا عندنا خمس معايير وعندنا ثلاث موردين يا ترى كل مورد بياخد نسبة قد إيه وفقا لكل معيار من المعايير الخمسة اللي موجودة عندنا ويمكن ان يعطى هذا الجزء بشكل مباشر في المثال او التمرين او ان احنا نحسبه زي ما هنحسبه في هذا المثال بمشيئه الله تعالى. طبعا بعد ما بعمل المقارنه الثنائيه في المرحله الاولى والمقارنه الثنائيه في المرحله الثانيه بتاتي بعد ذلك المفضلة ما بين الموردين وذلك من خلال الخطوة الثالثة وهي ضرب الوزن النسبي لكل معيار من المعايير المستخدمة في التقييم في المعامل الذي يحصل عليه كل مورد ثم جمع الدرجات وبالتالي بنختار المورد ذو الدرجات الأكبر أو الأعلى إذا قمنا بتطبيق هذه الخطوات على بيانات المثال الذي معنا يتم ذلك على النحو التالي أولا عدد المقارنات الثنائية بالنسبة للمعايير المستخدمة وكما أشرت من قبل فإن عدد المقارنات الثنائية تساوي نون نفتح القوس نون ناقص واحد نقفل القوس تقسيم اتنين ونون في هذا المثال هي خمسة معايير وبالتالي اللي هي الجودة والسعر والتوريد والخدمة والسداد يبقى إذا نون في هذا المثال بخمسة طب لو عندنا المعايير المستخدمة في المفضلة والمقارنة أربعة يبقى نون بتساوي أربعة لو عندنا المعايير بس 3 يبقى اذا ن تساوي 3 اذا ن تمثل عدد المعايير المستخدمه في المفاضله او التقييم ما بين الموردين وهي في هذا المثال تساوي 5 وبالتالي نعوض عن ن تساوي 5 اذا 5 ضرب 5 ناقص 1 اللي هي ن ناقص 1 ال 5 ناقص 1 ب 4 لو ضربنا ال 5 في 4 ب 20 لو قسمنا ال 20 على 2 يساوي 10 مقارنات وهذه المقارنات هي على النحو التالي هناخد كل معيار من المعايير ونقارنه بالمعايير الاخرى المستخدمه في المفاضله والتقييم. الجوده مع السعر. الجوده مع السعر. ثم الجوده مع التوريد. ثم الجوده مع الخدمه. ثم الجوده مع السداد. لاحظوا ان احنا بناخد معيارين في كل مقارنه لان احنا زي ما اتفقنا ان هذا هذه الطريقه او هذا الاسلوب يطلق عليه المقارنات الثنائيه او الزوجيه. يبقى الجوده مع السعر الجوده مع التوريد الجوده مع الخدمه الجوده مع السداد ثم ناتي بعد ذلك لليالي الجوده وهو السعر يبقى ناخد السعر مع التوريد السعر مع الخدمه السعر مع السداد اللي بعد السعر هو التوريد يبقى التوريد مع الخدمه التوريد مع السداد اخيرا الخدمه وبالتالي ناخد الخدمه مع السداد لو بصينا لعدد هذه المقارنات سنجدها عشرة كما تم حسابها في القانون السابق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يبقى العشر مقارنات حددناهم على النحو السابق وفعلاً طلع عدد المقارنات عشرة في ضوء هذه الخطوة وهي عدد المقارنات نقوم بحساب الوزن النسبي لكل معيار من هذه المعايير. وفقا لتقدير الشركه المشتريه فقد كان معيار الجوده افضل من كل المعايير الاربعه الاخرى. معيار الجوده كان الافضل من كل المعايير الاخرى وبالتالي فقد حصل معيار الجوده على اربع نقاط. الاربع نقاط جم منين؟ في المقارنات الزوجيه اللي فاتت اهي كنا بنقول الجوده مع السعر، طب الجوده اهم من السعر، يبقى الجوده ياخد واحد والسعر ياخد صفر. الجوده اهم من التوريد، يبقى الجوده ياخد واحد والتوريد ياخد صفر. الجوده اهم من الخدمه، يبقى الجوده واحد والخدمه صفر. الجوده اهم من السداد، يبقى الجوده واحد والسداد صفر. لو بصينا للجوده يبقى خد اربع وحدات في المقارنات وبالتالي نجده في الجدول يحصل على اربع نقاط من المقارنات. فيما يتعلق بالسعر، السعر كان افضل من السعر مع التوريد، والسعر مع الخدمه، والسعر مع السداد، كان السعر افضل من التوريد، وكان السعر افضل من الخدمه، وكان السعر افضل من السداد، وبالتالي حصل هنا على واحد ثم واحد ثم واحد، مجموعهم كما هو امامنا ثلاثة. فيما يتعلق بالتوريد، التوريد كان افضل من الخدمة، والتوريد كان افضل من السداد، وبالتالي حصل على نقطتين. أما الخدمة فكانت أفضل من السداد فحصلت على نقطة واحدة بينما السداد لم يحصل على أي نقطة لأنه لم يكن أفضل من أي من المعايير الأخرى سواء الجودة أو السعر أو التوريد أو الخدمة وبالتالي فإن الجودة حصلت على أربع نقاط السعر حصل على ثلاثة التوريد حصل على اثنين الخدمة على واحد السداد حصل على صفر وبالتالي مجموع هذه النقاط عشرة اذا حولنا هذه النقاط الى وزن نسبي او اهميه نسبيه او نسبه مئويه 4 تقسيم 10 يبقى 40% 3 تقسيم 10 يبقى 30% 2 تقسيم 10 يبقى 20% 1 تقسيم 10 يبقى 10% 0 تقسيم 10 يبقى 0% وبالتالي لابد ان يكون المجموع 100% وحيث ان معيار السداد أهميته النسبية تساوي صفر، لذا يتم استبعاده والتركيز على المعايير الأربعة الأخرى فقط وهي الجودة والسعر والتوريد والخدمة. هذه كانت الخطوة أو المرحلة الأولى وهي أن نحصل على الوزن النسبي. هدفنا كله من هذه الخطوة اللي إحنا وصلنا لها الأخيرة دي الوصول إلى الأهمية النسبية أو الوزن النسبي للجودة والسعر والتوريد والخدمة والسداد اللي هي 40%، 30%، 20%، 10%، صفر. في الصفر وبالتالي استبعدنا السداد لانه لم يحصل على اي اهميه نسبيه. الخطوه الثانيه تتمثل في المقارنه الثنائيه ما بين الموردين الثلاثه. المقارنه الثنائيه ما بين الموردين الثلاثه لكي نحصل على العمود الاخير في الجدول الذي امامنا على الشاشه وهو المعامل الخاص بكل معيار لكل مورد من الموردين الثلاثه. فيما يتعلق بتصميم هذا الجدول العمود الاول هو المعيار ولدينا اربعه معايير بعد استبعاد معيار السداد المعايير هي الجوده والسعر والتوريد والخدمه العمود الثاني هم للموردين وسنجد في عمود الموردين تم تقسيمه الى ثلاثه موردين الاول والثاني والثالث لكل معيار من المعايير الاربعه يعني عندنا الجوده تحت الموردين في الاول والثاني والثالث السعر ايضا اول وثاني وثالث التوريد اول وثاني وثالث والخدمه اول وثاني وثالث. بعد ذلك المقارنات الزوجيه او المقارنات الثنائيه وهي مقسمه الى ثلاثه اعمده فرعيه. المقارنه ما بين المورد الاول مع الثاني والمورد الاول مع الثالث والثاني مع الثالث. ثم بعد ذلك المجموع الذي يحصل عليه كل مورد من الموردين الثلاثه واخيرا المعامل كنسبه مئويه او كوزن نسبي. فيما يتعلق بالجودة، فيما يتعلق بالجودة المورد الأول كان أفضل من الثاني في الجودة وبالتالي الأول يحصل على واحد بينما الثاني يحصل على صفر. فيما يتعلق بالجودة المورد الأول كان أفضل من الثالث في الجودة وبالتالي الأول يحصل على واحد والثالث يحصل على صفر. فيما يتعلق بمعيار الجوده فيما بين المد... بين المورد الثاني والمورد الثالث، الثاني كان افضل من الثالث وبالتالي يحصل المورد الثاني على واحد والمورد الثالث على صفر. اذا وفقا لمعيار الجوده فان الم... فان المورد الاول حصل على نقطتين او درجتين، المورد الثاني حصل على درجه واحده، المورد الثالث اخذ اصفار وبالتالي حصل على صفر. في اذا حولنا هذا المجموع من الدرجات الى معامل نجد ان مجموع الدرجات في كل الاحوال يكون لدينا ثلاث درجات وبالتالي لو قسمنا الاثنين على المجموع اللي هو ثلاثه يدينا 67 من الواحد لو قسمناه على الثلاثه يدينا 33 الصفر طبعا هيدينا صفر طبعا مجموع المعامل بالنسبه لمعيار الجوده لابد ان يكون واحد صحيح او 100% لو جمعنا ال 67 زائد 33 زائد الصفر هيدينا واحد صحيح او 100% بنفس المنطق والطريقة بالضبط فيما يتعلق بالمعيار الثاني وهو السعر سنجد أن المورد الثاني كان أفضل من الأول في السعر فحصل على واحد بينما المورد الأول حصل على صفر فيما يتعلق بالسعر أيضا ما بين الأول والثالث كان المورد الأول أفضل في السعر من الثالث فحصل المورد الأول على واحد والمورد الثالث على صفر أخيرا المقارنة ما بين المورد الثاني مع الثالث فيما يتعلق بالسعر فقد حصل المورد الثاني على واحد بينما المورد الثالث حصل على صفر لأن المورد الثاني أفضل من الثالث فيما يتعلق بالسعر وبالتالي فإن إجمالي الدرجات التي حصل عليها المورد الأول والثاني والثالث فيما يتعلق بالسعر هي الأول صفر زائد واحد واحد المورد الثاني واحد زائد واحد باتنين المورد الثالث صفر وصفر يبقى الإجمالي صفر إذا حولنا هذه الدرجات وزي ما اتفقنا مجموعها لكل معيار سيكون ثلاثة لو قسمنا الواحد على الثلاثة تدينا 33% المعامل لو قسمنا الاثنين على الثلاثة تدينا 67% من لو قسمنا الصفر على الثلاثة يدينا صفر إجمالي المعاملات لمعيار السعر 33% من 100 زائد 67% من 100 زائد صفر يكون إجمالهم الواحد الصحيح كما اتفقنا من قبل المعيار الثالث هو التوريد والتوريد كان المورد الأول أفضل من الثاني وبالتالي يحصل الأول على واحد والثاني على صفر فيما يتعلق بالمقارنة ما بين الأول والثالث كان الثالث أفضل في التوريد من المورد الأول وبالتالي حصل الثالث على واحد والأول على صفر فيما يتعلق بالمقارنه ما بين الثاني والثالث بالنسبه لمعيار التوريد كان الثالث افضل من الثاني وبالتالي حصل الثالث على واحد والثاني على صفر اذا جمعنا الدرجات لمعيار التوريد للمورد الاول حصل على واحد زائد الصفر يبقى واحد المورد الثاني صفر زائد صفر يبقى الاجمالي صفر المورد الثالث حصل على نقطه ثم نقطه اخرى وبالتالي حصل على نقطتين او درجتين اجمالي الدرجات كما اتفقنا هما ثلاث درجات للتوريد نحولها الى معاملات من 100 الواحد تقسيم 3 ب 33%، الصفر تقسيم 3 بصفر، الاثنين تقسيم 3 ب 67%، اجماليهم مع بعض واحد صحيح او 100% في فيما يتعلق ب معيار التوريد. المعيار الرابع والاخير لدينا هو معيار الخدمه المورد الثاني كان افضل من الاول بالنسبه للخدمه يحصل على واحد والاول يحصل على صفر. بالنسبه للاول مع الثالث، الاول كان افضل من الثالث يبقى الاول يحصل على واحد والاخير او الثالث يحصل على صفر، بالنسبة للثاني مع الثالث، الثاني كان افضل من الثالث من المورد الثالث يعني فيما يتعلق بالخدمة وبالتالي يحصل المورد الاول على واحد والمورد الثالث على صفر. بجمع الدرجات بالنسبة للخدمة المورد الاول صفر زائد واحد بواحد، المورد الثاني واحد زائد واحد باتنين، المورد الثالث صفر زائد صفر بصفر وبالتالي نحول طبعا اجمالي الدرجات واحد زائد اتنين وصفر هما ثلاث درجات نحول هذه الدرجات الى وزن نسبي او معامل واحد تقسيم ثلاثة بثلاثة وثلاثين من مئة اتنين تقسيم ثلاثة بسبعة وستين من مئة صفر تقسيم ثلاثة بصفر اجمالي المعامل لابد ان يكون كما اشرنا من قبل واحد صحيح وبالتالي تم في هذه الخطوه وهي الخطوه الثانيه المقارنه الثنائيه ما بين الموردين لكي نصل الى العمود الاخير وهو المعامل الذي يحصل عليه كل مورد لكل معيار من المعايير الاربعه التي تم تصفيتها للمقارنه ما بين الموردين الثلاثه. ناتي بعد ذلك الى الخطوه الثالثه او المرحله الثالثه وهي المفاضله ما بين الموردين من خلال الجدول التالي. العمود الاول هو المعيار جوده وسعر وتوريد وخدمه ثم اخيرا المجموع، الوزن النسبي اللي احنا جبناه من الخطوه الاولى وهي ان احنا حددنا الاهميه النسبيه او الوزن النسبي لكل معيار من المعايير الاربعه كانت 40% و30% و20% و10% وبالتالي كان اجماليهم 100%، ثم بعد ذلك المعاملات المرجحه للموردين. هنعمل المورد الاول، المورد الثاني، المورد الثالث. ونقوم بضرب المعامل الذي حصل عليه المورد فيما يتعلق بالجوده في الوزن النسبي اللي هو 40%، بمعنى لو عدنا كده للجدول السابق سنجد ان فيما يتعلق بالجوده المورد الاول حصل على 67% والمورد الثاني حصل على 33% والمورد الثالث حصل على صفر، وبالتالي في الجدول اللي في الخطوه الثالثه هناخد المورد الاول حصل على 67% من ضرب 40% يدينا 268 من 1000 او علامه عشريه 268. المورد الثاني حصل على 33 من 100 كمعامل يضرب في الوزن النسبي اللي هو 40% للجوده يدينا علامه عشريه 132 اما المورد الثالث فحصل على 0 ضرب 40% اللي هي الوزن النسبي للجوده وبالتالي يحصل على 0. فيما يتعلق بالسعر الوزن النسبي له 30% المورد الاول حصل على 33 من 100 ضرب 33 من 100 في الثلاثه من عشره او 30% يدينا 99 من 1000. ثم نضرب المعامل الذي حصل عليه المورد الثاني 67 من 100 ضرب 30% الخاصه بالسعر يدينا 201 من 1000. المورد الثالث حصل على صفر ضرب 30% يدينا صفر. فيما يتعلق بالتوريد الوزن النسبي له 20% وبالتالي نقوم بضرب المعامل الذي حصل عليه كل مورد من الموردين الثلاثه ضرب ال 20% يبقى نضرب ال 33 ضرب 20 من 100 يدينا 66 من 1000. المورد الثاني حصل على صفر فيما يتعلق بالتوريد لو ضربنا الصفر في ال 20% في يحصل المورد الثاني على صفر فيما يتعلق بالتوريد. أخيراً المورد الثالث فيما يتعلق بالتوريد حصل على معامل سبعة لو ضربناه في العشرين في المية يحصل على مئة من ألف وبالتالي ده كان فيما يتعلق بالتوريد المعيار الرابع والأخير هو الخدمة والخدمة كما اتفقنا الوزن النسبي لها عشرة في نقوم أيضاً بضرب المعامل الذي حصل عليه كل مورد في الجدول السابق في ال 10% في اللي أمامنا على الشاشة اللي هي الوزن النسبي لو ضربنا للمورد الأول 33 من 100 ضرب 10% هيدينا 33 من 1000 أيضا فيما يتعلق بالمورد الثاني حصل على 67 كمعامل نضربه في ال 10% في يدينا 67 من 1000 أخيرا المورد الثالث حصل على معامل صفر لو ضربنا الصفر في العشرة في المية يكون الإجمالي أو تكون الدرجة صفر بعد ذلك لدينا الصف الأخير الصف الأخير كل اللي احنا بنعمله إن احنا بنجمع ما حصل عليه المورد الأول وما حصل عليه المورد الثاني منفرداً وما حصل عليه المورد الثالث بالنسبة للمعايير الأربعة بمعنى المورد الأول حصل على 268 من ألف في الجودة وحصل في السعر على تسعه وتسعين من الف وحصل في التوريد على سته وستين من الف وحصل في الخدمه على تلاته وثلاثين من الف لو جمعنا الميتين وثمانية وستين من الف زائد تسعه وتسعين من الف زائد سته وستين من الف زائد تلاته وثلاثين من الف يكون اجمالي ما يحصل عليه المورد الاول المجموع ربعميه سته وستين من الف اما المورد الثاني فحصل على اثنين وثلاثين من الف زائد ميتين واحد من الف زائد صفر زائد 67 من 1000 فيكون اجمالي ما حصل عليه 400 من 1000. أما المورد الثالث والاخير فاجمالي ما حصل عليه من درجات هو صفر وصفر ثم 134 من 1000 زائد الصفر يبقى عندنا ثلاث اصفار زائد 134 من 1000 وبالتالي اجمالي ما حصل عليه المورد الثالث هو 134 من 1000. في ضوء ما تم الوصول اليه من نتائج فيما يتعلق بالموردين الثلاثة، 466 من ألف، 400 من ألف، وأخيراً 134 من ألف للمورد الثالث. إذاً القرار في هذه الحالة، نحن ننصح إدارة هذه الشركة بالتعامل مع المورد الأول لأنه حصل على أعلى درجات أو أعلى تقييم وهي أو هو 466 من ألف. أما المورد الثاني فحصل على 400 من 1000 وبالتالي هو ترتيبه الثاني بينما ياتي المورد الثالث في المرتبه الاخيره نظرا لحصوله على ادنى او اقل الدرجات وهي معامل 134 من 1000. في ضوء ذلك اعزائي الطلبه والطالبات نكون قد تناولنا طريقتين من طرق التقييم للموردين أو المفضلة ما بين الموردين وهما طريقتي كما أشرنا من قبل طريقة الأوزان النسبية أو الترجيحية وأخذنا عليها مثال تفصيلا الطريقة الثانية كانت طريقة المقارنات الزوجية أو الثنائية وبتتم على ثلاث مراحل كما أشرنا وهي الخطوة الأولى كيف نحصل على الوزن النسبي كيف نحصل على الوزن النسبي للمعايير المستخدمه في عمليه التقييم، كان عندنا خمس معايير تم تصفيتهم على اربعه معايير فقط واستبعاد معيار اخير وهو السداد، في الخطوه الثانيه قمنا بالمقارنه الثنائيه ايضا ما بين الموردين الثلاثه وفقا لكل معيار من المعايير الاربعه اللي احنا توصلنا اليهم بحيث نصل الى المعامل الذي يحصل عليه كل مورد فيما يتعلق ب كل معيار من المعايير الاربعه المستخدمه في التقييم قمنا في الجدول الاخير وفي الخطوه الثالثه بالحصول على الاوزان الترجيحيه وبمعنى ادق اجمالي الدرجات التي يحصل عليها كل مورد وذلك بضرب المعامل في الوزن النسبي لكل معيار من المعايير الاربعه ولكل مورد على حده وتوصلنا الى ان المورد الاول كان الافضل يليه المورد الثاني يليه المورد الثالث نتوقف عند هذه النقطه اعزائي الطلبه والطالبات على ان نكمل حديثنا بمشيئه الله في موضوع جديد في الحلقه القادمه بمشيئه الله تعالى نلقاكم علي خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته